أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي بشكل عام لكن بارد، 5 درجات مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 5، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بالمجمل. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 13-5، عجلون 12-4، جرش 14-6، والمفرق 14-5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 14-7، البلقاء 12-5، نفس الحرارة في عمان، مادبة 13-5، والبحر الميت 21-14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 11-5، الطفيلة 12-5، الشوبك 8-2، معان 14-5، والعقبة 23-14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق 17-8، الصفاوي 16-7، ورويشد 17-6، مع أتربة مثارة بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.